بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الزملاء، محامي مصر، الزميلات والزملاء الأعزاء من الوطن العربي وأفريقيا، أبنائي الأعزاء من شباب المحامين، تحياتي إليكم جميعا. كنا في الحلقة السابقة قد تناولنا قضية الطاعة وموضوع الطاعة عموما، تناولناها بكل تفاصيلها بعد أن أسبقناها بسلسلة دعاوى التطليق. واليوم إن شاء الله سنتناول دعوة من الدعاوى الهامة والخطيرة جدا، وهي دعوة الخلع، وتنصب خطورتها في أهميتها في حق الأسرة، حيث يكون مصير الأسرة وكيان الأسرة مهدد بها، والاستعمال الزوجة لذلك الحق القانوني. ويكون لهذه الدعوة مفهومها كما تعودنا في كل الدعاوى، ألا وهو الخلع، الخروج باختيار الزوجة وانسحابها من العلاقة الزوجية. هي دي دعوة الخلع، الخروج بالإرادة المنفردة من الزوجة وانسحابها من العلاقة الزوجية بمزاجها وبمحض اختيار. هي هذه الدعوة دخيلة على القانون المصري بنص تم تفصيله لحالة واحدة في الدعوة، نتكلم بمنتهى الصراحة والوضوح، واستغلته معظم الأسر الضعيفة في الخروج من الحياة الزوجية لأسباب قد تكون واهية أو لأسباب خاصة بعيدا عن الأسباب الموضوعية للحياة الزوجية. وتم اعتماد هذه الحالة على حالة خاصة ذكرت في بعض الأحاديث الضعيفة، خذ الحديقة وطلقها تطليقة. وتم تفصيل هذه الحالة في برلمان الدكتور أحمد فتحي سرور في عهد الرئيس السابق رحمة الله عليه محمد حسني مبارك، تم تفصيل هذه الحالة قانونا لحالة شخصية معينة حتى تستطيع الخروج من حياة زوجية لأسباب لا علاقة لها بالمجتمع المصري. وللأسف صدر قانون ونتعامل على القانون بحلو بمره، هو قانون رضينا أو لم نرضى، هو أحد قوانين الدولة التي نتعامل معها ويطبقها القضاء المصري، وإلا كان العقاب الشديد بالامتناع عن تنفيذ قانون الدولة. طبعا ما حدش يقدر يمتنع عن تنفيذ قانون الدولة، وإلا يعد جرم قانوني أيضا. كل ما يعنينا في هذا المقام، احنا شرحنا مقدمة عن ازاي اتخلقت حالة الخلع في القانون المصري ولأسبابها، وزي ما بقول تم تعميمها ووضع قانون خاص بحالة فردية، ولكن طبعا استندت إلى حديث زي ما أنا قلت، والحديث ده لا يمكن أن يكون هدف الإسلام تعليق مصير الأسر في إيد نفوس ضعيفة أو في أيدي النفوس الضعيفة، لا يستحيل، وإلا لكان قد أطلق الإسلام الطلاق الفردي بيد الزوجة، وده مش تحيز للرجل ضد المرأة، ولكن هو خلق الله سبحانه وتعالى، ولا اعتراض على خلقه، الرجال قوامون على النساء، وعشان كده كان الطلاق بالإرادة المنفردة في يد الزوج وليس في يد الزوجة، عشان عارفين ان الزوجة وربنا سبحانه وتعالى خلق الزوجة ذات النفس الطيبة الضعيفة، ودائما هي النفس الضعيفة، وعشان كده حتى القانون في صف الزوجة عشان هي النفس الضعيفة والراجل هو القوي
اللي له القوامة على النساء. وزي ما بقول عمر الإسلام ما كان هيكون هدفه تفريق الأسر أو تمزيق الأسر بهوى النفس لأي حال من الأحوال، ولكن هي حالة وضعت في القانون المصري ونطبقها ولا بد أن نتعامل معها ونتعامل معها فعلا. وهنبدأ في هذه الدعوة في أسلوبها وفي عرضها القانوني. هي تبدأ بإنذار، إنذار توجهه الزوجة لزوجها بإيه؟ بتعرض على زوجها عاجل الصداق أو مقدم الصداقة المحرر في وثيقة الزواج، 1 جنيه. بترفق الجنيه مع الإنذار، بتعمل إنذار على يد محضر، بتسلم الإنذار، بترفق فيه الجنيه أو عاجل الصداق المحرر في القسيمة مهما كان قيمته، بتعرضه على الزوج ليقبله، وتبدأ إجراءات دعاوى أو دعوى الخلع، وهو ده مقدمة الدعوى وهو الإنذار. وطبعا ملوش أجل ولا له معاد، لأن ما فيش اعتراض من الزوجة على الزوجة، زي موضوع الطاعة زي ما قلنا قبل كده في الحلقة اللي فاتت، وقلنا أن الزوجة لها 30 يوم تعترض على إنذار الدخول في الطاعة. برضو الإنذار تكليف أو العرض عاجل أو مقدم الصداق ليس له معاد اعتراض وليس له أي مواعيد عرض، هو مجرد عرض مقدم الصداق أو عاجل الصداق بموجب الإنذار، مجرد استلام الزوج ووصلوا الإنذار والمبلغ المعروض عليه، تبدأ الزوجة في تحريك الدعوة الخلع بناء على هذا الإنذار وهو سندها في الدعوة. وطبعا الدعوة ككل دعوة الأسرة بتكون محلها محكمة الأسرة في موطن الزوجة. هو ده الطرف الضعيف اللي بنقول عليه، ان القانون حط المحكمة المختصة اللي في موطنها، لان هي الطرف الضعيف ما تتمشورش على موطن الزوج. والدعوة بتترفع بدعوة عادية جدا زي اي دعوة، زي دعوة التطليق، زي اي حاجة، اي دعوة من دعوة الأسرة بتترفع دعوة الخلع، موضوعها اللي بيختلف، ولكن الديباجة أو النموذج واحد، المدعية اللي هي الزوجة والمدعي عليه الزوج، والموضوع بتشرح فيه العلاقة الزوجية، وبتشرح إن هي بتاريخ كذا 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 أنظرت الزوج وعرضت عليه عاجل الصداق أو مقدم الصداق اللي بينهم بموجب وثيقة الزواج، عرضته عليه وإنه استلمه، وإن هي بتطلع الخلع لاستحالة العشرة بينهم، وبتحدد موضوع دعواها في صحيفة الدعوة. وزي ما بنقول في كل صحف الدعوة بتروح للقلم الجدول بتاع محكمة الأسرة للباش كاتب الأسرة، بيأشرها عليها وبيقدر لها الرسوم تدفعها في المحكمة في خزنة المحكمة، وترجع للجدول يحدد لها جلسة، وبتاخد أصل الصحيفة بعد ما تختمها من الباش كاتب ختم النسر شعار الجمهورية، تسلمها لقلم محضرين الأسرة في ذات المحكمة عشان يعلن الزوج الطرف الثاني بصحيفة الدعوة الخلع. وبيحددوا لها زي كل الدعاوى ميعاد، يقول لها تعالي بعد اسبوع بعد 10 ايام، يحددوا لها ميعاد ترجع تستلم اصل الصحيفه بعد الاعلان عشان بيتقدم للمحكمه في الجلسه المحدده لنظر الدعوى. وبعد تداول الدعوى استكمال الشكل القانوني زي ما قلنا، وتداول الدعوى وتحقيق الدعوى، والمحكمة تتخذ من الأمور الموضوعية أو الإجراءات الموضوعية لتحقيق الدعوى وجوانب الدعوى، بتقضي المحكمة بتطليق الزوجة خلعا على زوجها فلان الفلاني. ولا زال وحتى هذه اللحظة هناك بعض التعديلات القانونية المعروضة على البرلمان وبعض النقاشات حول ما قد يرتبه الخلع من حقوق للزوجة في إسقاط حقوقها أو عدم إسقاطها، في مناقشات ومداولات
كثيرة، لأن طبعا اللي احنا طبقناه من أول ما طلع القانون ده اللي احنا طبقناه إن الزوجة في حالة الخلع حقوقها الشرعية بتسقط، هي لا بس قايمة أعيان الجهاز باعتبارها إنها دين وحق مدني ملوش علاقة بالعلاقة الزوجية، وكذلك حقوق الأولاد أو الأبناء ما لهمش دعوة بالعلاقة الزوجية، هم خارج إطار النزاعات الزوجية. حقوق الأبناء سواء في حالة التطليق أو في حالة الطلاق الفردي أو في حالة الخلع، كل هذه الأمور لا علاقة لها بمستقبل الأبناء، سواء بنفقة الصغار، نفقة الإعاشة بتاع الصغار، أو بأجر حضانة أو مسكن لمعيشة الصغار، أو مصاريف الصغار المدرسية أو مصاريف علاج أو كل ما يخص الأبناء في العلاقة الزوجية أو في نتاج العلاقة الزوجية لا علاقة له بعلاقة الزوجين. اتطلقوا بالإرادة المنفردة للزوج، حقوق الأبناء محفوظة. اتطلقوا بمعرفة المحكمة في حكم تطليق، حقوق الأبناء محفوظة. انفصلت العلاقة الزوجية بالخلع، برضو حقوق الأبناء محفوظة، ملاش علاقة بأي شيء من هذه المتغيرات. اللي له علاقة هي حقوق الزوجة فقط، لأن في حالة الطلاق البائن، طلاق البائن، طلاق الذي لا رجعة فيه، طبعا الزوجة زي ما شرحنا في حالات الطلاق بتستحق كل حقوقها من المتعة ومن العدة ومؤخر الصداء، وإذا كان في أبناء بتاخد لهم أجر حضانة وأجر مسكن، كل هذه الحقوق بتستحق للزوجة في حالة الطلاق الذي لا رجعة فيه. وطبعا زي ما انا ما قلت ده في حقوق الزوجة، وفي حقوق الابناء زي ما قلت من شوية ملوش علاقة باي من هذه المتغيرات بين الزوجين. بعد ما الحكم يصدر للزوجة، بعد المحكمة حققت وتحققت واجرت كل سلطتها في الدعوة، لأن المحكمة طبعا لها السلطة العليا في تقدير جوانب الدعوة وبما ستقضي به، ولا اعتراض على أي طرف من أطراف الخصومة على ما تتخذه المحكمة من إجراءات. محكمة حجزت الدعوة للحكم، صدر الحكم بالخلع، تطليق خلع. بعد ما يصدر الحكم بتبتدي مرحلة تانية اللي هي إيه؟ بتستلم الزوجة صورة تنفيذية من الحكم، وبعد ما تستلم الصورة التنفيذية من الحكم بيبتدي عن طريق ألم جدول محكمة الأسرة إعلان الحكم رسميا إلى مكتب السجل المدني أو مصلحة الأحوال المدنية، بتختر المحكمة بتختره بالحكم اللي صدر بالخلع لصالح الزوجة. ليه؟ لان هي في الحالة دي اصبحت مش متجوزة، اتطلقت من جوزها، فليه بيخطر بالحكم؟ لان لما بيخطر المصلحة الحالة المدنية او السجل المدني بالحكم بتبدأ بطريق بالطبيعي استخراج صحيفة طلاق او تطليق للزوجة بناء على حكم المحكمة. دي الحالة الوحيدة اللي بتروح السجل المدني. الحالات التانية بتبقى وثيقة حكم طلاق بينفذ، إنما في الحالة دي الخلع بيروح الحكم عن طريق جدول الألم الأسرة، بيخطر المصلحة الأحوال المدنية أو السجل المدني عشان يستخرج وثيقة طلاق للزوج، عشان تبتدي تتحرك في حياتها ما بعد الخلع، تتحرك على إنها حرة، تتزوج من آخر، تعمل كل إجراءاتها على إن هي حرة بعد حكم التطليق خلعا. وزي ما أنا قلت من شوية إن مهما كانت العلاقة اللي بينها وبين جوزها المخلوع، أو مهما كانت العلاقة المادية أو مهما كانت العلاقة الشخصية بينهم، فكل هذه الأمور لا أثر لها على حقوق الأبناء، سواء إذا كانوا الأبناء في حضانة الزوجة وبتاخد نفق للأبناء أو أجر حضانة ومسكن
او مصاريف علاج او مصاريف دراسية او اي شيء من هذا القبيل، او اذا كان بخصوص رؤية الاب لابنائه اللي في حضانة زوجهم، كل واحد حقوقه مترتبة على الابناء محفوظة وبدون تأثير على حقوق الأبناء اللي بتتصرف فيها الزوجة بطبيعة الحال بطريقة أو باعتبار أنها حاضنة للأبناء باعتبارهم قصر، سواء كانوا ذكور أو إناث حسب سن الحضانة اللي يكون حدده حسب ما سنشرحه ما بعد ذلك. وبرغم اعتراضنا او اعتراض الشخصي على الطريقة او الاسلوب الذي خرج به قانون الخلع لمصلحة الزوجة والطريقة التي صدر بها، الا انه في بعض الحالات نقر بالمحك العملي والاحتكاك العملي في المحاكم ان هناك بعض الحالات لا يصلح الحل فيها إلا بالخلع، وهي حالات تعتبر حالات اللي هي الغير مستقيمة أو الحالات التي لا تستقيم العشرة على طريقة الحياة التي يعيشها الزوجين، وهي حالات كتير متعددة. وفي الآونة الأخيرة أو في العشر سنوات الأخر كترت حالات الخلع وتنوعت حسب تطور المجتمع وثقافات المجتمع وحسب التطور الأخلاقي في المجتمع، تعددت حالات الخلع. وقد تقصر حالات الخلع من ناحية استحالة العشرة، لأن الزوجة قد تكون تنظر إلى الارتباط بعلاقة جديدة أو بترتب علاقة جديدة، أو قد يكون هناك استحالة من الزوج ولم تصلح معاه دعاوى التطليق اللي احنا شرحناها، لم تستجب المحكمة إليها والزوج زوج مفتري ولا تصلح معه العشرة. في حالات كتيرة تعددت في الآونة الأخيرة نظرا لتطور المجتمع من ناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية، تطورات كثيرة طرأت على المجتمع المصري أدت بدورها إلى إفساد، زي ما أفسدت الذوق العام أدت إلى إفساد بعض الأسر هذه التطورات من ناحية الأخلاقية التي أدت إلى الميول إلى الالتجاء إلى الدعوة الخلع للخروج من الارتباط بالحياة الزوجية خروج آمن وسالم بدون نزاع أو بدون مشاكل. هي دي أمور التي تطورت لها الحياة وتطورت إليها دعوة الخلع زي ما سبق وشرحناها. في تفاصيل الدعوة زي ما شرحت قبل كده ان لابد من الانذار، انذار عرض عاجل الصداق او مقدم الصداق المدون في الأسيمة اللي بيتحدد في الانذار، وبناء عليه بتتم بناء صحيفة الدعوة بناء على هذا الانذار، ويرفق كمستند اساسي في صحيفة الدعوة بحفظة مستندات كمستند أساسي يرفق إنذار العرض، لأن يعتبر زي إبراء للذمة من عاجل أو مقدم الصداق بالنسبة للزوج. ولابد للزوجة أنها تقول في صحيفة الدعوة كل التفاصيل العلاقة وسبب الخلع اللي بتستند إليها، والتوجه في ذكر أو في تدوين موضوع الصحيفة والإشارة إلى المستندات المرفقة أنها تقول أن أنا مقدمة حفظ مستندات عبارة عن كذا وكذا، وتنتهي بالتكليف ليسمع الحكم بتطليق المدعية على المدعي عليه خلعا مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وبذلك نقول قد أوضحنا كل جوانب الدعوة، دعوة الخلع، مع تمنياتنا بأن تكون قد وصلنا لقاعدة هامة وهي ما نبني دائما عليه قولنا بين قوسين لازم نفهم